متى بدأ التضييق وكيف يقضون رمضان اليوم شيخ محمود؟ وأيضا نريد أن نحصل على معلومة العدد الحقيقي لمسلمي الأويغور ضمن حديثنا. أولا بالنسبة للعدد، العدد الحقيقي للتركستانيين لا يقل عن 30 مليون من الشعب التركستاني. طبعا أغلبية منهم 85% منهم من الأويغور، والباقي من قزاق وقرغيز، وهذه قوميات أيضا قوميات مسلمة. نعم. ولذلك العدد الإجمالي لا يقل عن 30 مليون. نعم. هناك من الخبراء من يوصل عددهم إلى 35 مليون نسمة. أما السلطات الصينية طبعا تعلن أن السكان جميعا في منطقة تركستان 23 مليون، منهم 13 مليون من الأويغور والقزاق وغيرهم، وعشر مليون صيني هم مستوطنون الذين أتوا منذ 70 عاما إلى منطقة تركستان، وأصبح عددهم الآن يعني ما يصل نسبته إلى 40% من السكان. يعني إذن السلطات الصينية تقلل أعداد المسلمين في تركستان الشرقية إلى ما دون النصف من الأعداد الحقيقية، تقول أكثر من 30 مليون، وهم يتحدثون عن 13 مليون و10 أيضا من المستوطنين الصينيين.